السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيجروا ورايا يا شيخ كمال، عايزين نموتوني. بيجروا ورايا عايزين نموتوني. اهدى يا ابني، مالك في ايه؟ وانا ماشي بالعربية خبطت واحد. لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي؟ قالوا عايزين يموتوني. انت خبطت ازاي؟ دلوقتي زي ما انت خدت بالك كده وشفت معايا، مستر يوسف وقع في أزمة كبيرة جدا. وهو ماشي بالعربية بتاعته خبط واحد وما كانش شايفه خالص غصب عنه، والراجل مات. فيا ترى لو انت مكان مستر يوسف وانت ماشي بالعربية كده وفجأة ظهر لك واحد خبطته موته، هل كده فعلا انت ارتكبت جريمة قتل؟ وهل هتتقتل عشان انت قتلت الراجل ده وانت مش واخد بالك، ولا الموضوع مختلف؟ يلا بينا نعرف الموضوع ده عبارة عن ايه. يلا بينا اعزائي الطلاب، الموضوع ده بقى عبارة عن ايه؟ هو القتل الخطأ المحض. طب القتل الخطأ وعرفناه، اللي حصل مع مستر يوسف من شوية ان هو كان قاصد الفعل لكن ما كانش قاصد الشخص خالص، هو كان ماشي بالعربية بسرعة ولكن ما كانش عنده قصد خالص ان هو يقابل حد فيضربه ويموته. طب ده قتل خطأ وعرفته. يعني ايه بقى كلمة المحض دي؟ يعني كلمة جديدة عليا، انا مش عارف يعني ايه كلمة المحض. طيب تعالوا مع بعض نعرف كلمة المحض بكل اختصار وبساطة. هو المؤكد، يعني القتل الخطأ المؤكد، يعني مفيش اي شائبة ان يكون عمد او شبه عمد، هو خطأ مؤكد. طيب كلام جميل جدا. طب يعني ايه بقى الجملة على بعضها؟ يعني ايه القتل الخطأ المحض اصلا كله على بعضه كده؟ طيب تعالى بعد ما انت شفت الحادثة اللي حصلت، تعالى بسرعة كده انا هكلمك كلام بلدي بيني وبينك كده قبل ما نروح لكلام الكتاب. القتل الخطأ المحض هو مثلا انا دلوقتي واقف بصطاد عصفورة، شفت عصفورة قدامي على الشجرة فحبيت ان انا ايه اصطادها، فانا معايا مثلا طوبة وليكن دي طوبة، فقمت عامل ايه؟ قمت حادف العصفورة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا نهار ابيض، الراجل اتضرب بالزلطة جت في الراجل، شكل الراجل مات. ده لو حصل قتل خطأ محض. هو انت كنت قصد تموت الراجل؟ ده انا قصد اموت العصفورة، خدها اصطادها، الزلطة جت في الراجل، سبحان الله. ده اسمه القتل الخطأ المحض، ليه صور كتير. طيب يبقى تعريف الكتاب بتاعي بقى، ركز معايا عشان تعرف التعريف اللي قدامك بقى، هو ان يقصد الفعل دون الشخص. يعني هو قصد انه يضرب، ده فعل الضرب، بس مش قصد يضرب شخص، هو قصد يضرب، اضرب عصفورة، اضرب شجرة، اضرب مثلا اضرب محمد، الضربة جت في عمرو، انا قصد الضرب، لكن الشخص اللي اتضرب انا مش قصده خالص. قالك كأن يرمي الى شيء كشجرة او صيد فيصيب انسانا، يعني هو بيرمي شجرة، الضربة جت في مين؟ مش في الشجر، جت في الانسان. بيرمي الى صيد اللي هو طائر، فجت الضربة مش في الطائر، جت في الانسان، ذكرا كان او غيره، يعني ذكر او انثى او اي كان، المهم ان هو شخص انسان. حصل ايه؟ مات، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا انت كنت قاصد الراجل ده خالص، والله ما كنتش قصده، ده انا كنت قاصد اضرب الشجرة او كنت قاصد اضرب الطير ده عشان اصطاده، ولكن الضربة جت في الشخص الغلط. وعندي صورة تانية من صور قتل الخطأ مشهورة جدا، ان هو ما يكونش قاصد اصلا الفعل، يعني هو مش قاصد لا الفعل ولا الشخص. اديني مثال. قال لك كأن زلق على شخص فوقع عليه فمات. يعني ايه وهو ماشي؟ لا قشرة موزة، ما خدش باله منها خالص، هو ماشي اتزحلق في قشرة الموزة، راح وقع على ام احمد بتاعت الجرجير، ماتت ام احمد. هو كان قاصد يقع؟ ما كانش قاصد اصلا يقع، ولا كان قاصد يقع على ام احمد بتاعت الجرجير، ما حصلش، ده قشرة الموزة هي اللي زحلقته، وقع على محمد بتاعت الجرجير فماتت، ده ما كانش قاصد لا اصل الفعل ولا قاصد الشخص، وده من صور قتل الخطأ المحض. طب يا ترى على هذا الاساس اللي احنا عرفناه والامثال اللي احنا خدناها مع بعض، حكم القتل الخطأ ده ايه؟ يعني صاحبنا ده هيتقتل ولا مش هيتقتل في النهايه؟ لا يا حبيبي، لا قواد عليه. يعني ايه قواد؟ يعني لا قصاص عليه،
معندوش قصاص، يعني الراجل ده مش هيتقتل ولا حاجة. طب النهاردة بالصورة المعاصرة اللي عندنا يعني ايه قصاص؟ يعني اعدام، مش هيتعدم، لا هيقتص منه ولا هيتعدم. طب يا دكتورة، هو ايه ادلتنا على الكلام ده؟ احنا بنتكلم في شرع، معلش لازم هتقول لي حاجة عليها دليل يكون من القرآن او السنة، ده شرع برضو. طيب اول حاجة، الدليل بتاعي في القرآن صريح جدا، وآية طويلة كده عريضة في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. شوف هنا القرآن بيقول لك إيه، يعني مفيش مؤمن هيقتل مؤمن إلا عن طريق الخطأ. طب يا رب، واللي يقتل خطأ ده عقوبته إيه أو جزاؤه إيه؟ هل هيتقتل ولا إيه الدنيا؟ قال لك: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. زمان لما كان في عندنا عبيد، كان ربنا سبحانه وتعالى حط العقوبة إن أنت تمتلك عبيد، حرر عبد من العبيد اللي عندك، أعتقه لوجه الله. ده أول حاجة. والحاجة الثانية حاجة اسمها الدية. الدية طبعا مش مقررة على القسم العلمي تفاصيل الدية، وإنما هي مقررة على القسم الأدبي، فبتوع الأدبي هياخدوها. الدية دي عبارة عن إن هو الرجل ده هيدفع 100 من الإبل، تخيل 100 جمل هيدفعهم الرجل ده لأهل المقتول اللي اتقتل قتل خطأ. طبعا لو أنت جيت معايا كده ودققت في الآية، هل الآية اتكلمت عن القصاص؟ خالص الآية ما جابتش أي سيرة عن القصاص. إذن أنا خدت من الآية إن عقوبة قتل الخطأ حاجتين بس: تحرير رقبة مؤمنة، وده مش موجود في الزمن بتاعنا النهاردة، والدية. الدية ممكن تكون موجودة في الزمن بتاعنا النهاردة، إنما مفيش قصاص. وده اسمه وجه الدلالة. تقول لي يعني إيه يا دكتور وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يا حبيبي أنت فهمت إيه من الآية؟ الآية اللي قدامك: ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة إلى آخر الآية، فهمت منها إيه؟ فهمت منها إنه الآية ما تكلمتش خالص عن القصاص، ما تكلمش غير عن تحرير الرقبة والدية بس، إنما القصاص ما تكلمش عنه. طيب كلام جميل جدا، وبصراحة أنا خدت معلومات جديدة أول مرة أعرفها في المواضيع دي. بس عايز أعرف حاجة كمان، هو لما يجي يدفع الدية اللي هو 100 من الإبل، 100 جمل دول هيدفعهم ازاي؟ الموضوع عامل ازاي؟ عايز اعرف عنه معلومات. طيب هقول لك عنه 3 معلومات جامدين جدا ومهمين جدا في الموضوع ده. اول معلومة ان هو هيدفع 100 من الابل دول بيسموها مخففة. مخففة يعني ايه؟ يعني اقل انواع الابل. هو 100 من الابل بس مش احسن انواع، لا يعني مش مثلا ايه، مش اللي هي حامل واللي هي سنها كبير، لا بيكون انواعها قليله شويه، وده بيسموها مخففه. المعلومه الثانيه ان بيدفعوها مؤجله. عارف المعنى البلدي بتاعنا بنقولها بالتقسيط، بيدفعها بالتقسيط على 3 سنين، مش بيدفعها مره واحده في الحال زي ما خدنا في القتل العمد، لا هو بيدفعها هنا بالتقسيط على 3 سنين. يعني هو ممكن بكل بساطه يقسم 100 على 3 سنين ويدفع كل سنه جزء معين من الدية دي لحد ما يجي 3 سنين يكون تم الدية كاملة. المعلومة رقم 3 بقى، وده أهم حاجة، إن الدية دي مين بيشيلها؟ هل القاتل ده لوحده هو اللي بيشيلها ولا في حد ممكن يشيلها معاه؟ قالك لا طبعا الرجل لوحده ما بيشيلهاش، أمال مين؟ قالك العاقلة. طيب العاقلة دي إيه العاقلة دي؟ يعني ناس بتعقل يعني ولا إيه؟ مش فاهم. قالك لا افهم بقى، العاقلة دي هي العصابات. من العصابات الذكور من عائلة الأب، يعني العم، أولاد العم، الإخوة، أولاد الإخوة، هم دول بيسموهم العاقلة، بيشتركوا مع بعض كده وبيتحملوا مع بعض كلهم، وطبعا معهم القاتل عشان خاطر يدفعوا الدية دي. إذن كيف تدفع الدية؟ الدية بتاعت القتل الخطأ بتدفع إزاي؟ 3 حاجات. أول حاجة إن هي دية مخففة، تاني حاجة إن هي مؤجلة بالتقسيط، تالت حاجة ان هي تكون على العاقلة. طب تقول لي يا دكتور هم ليه اجلوا الدية؟ يعني ليه الدية بتدفع بالتقسيط ما تدفعش مرة واحدة؟ قالك لان اصلا القاتل قتل الخطأ دوت والعائلة بتاعته بيشيل الدية دي على سبيل المواساة،
بيواسوا اهل المقتول. المفروض اصلا يا حبيبي ما يدفعوش حاجه خالص، يعني المفروض ان هم ما يدفعوش حاجه خالص ولا ديه ولا غيره، لان هو ما كانش قاصد ان هو يموته ولا حاجه، وانما احنا بندفع الديه دي عشان نواسي اهل المقتول. ومن باب المواساه ان احنا ناجلها عليهم، مش ان احنا نضغط عليهم ونقول لهم تدفع دلوقتي حالا، ديه تكون حاله يعني دلوقتي حالا، لا. فانا بعمل ده تفضلا مني من باب المواساه. وبكده نكون عرفنا كل المعلومات اللي انت محتاجها عن القتل الخطأ المحض. اشوفك بقى في فيديو جاي نتكلم فيه عن شبه العمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.